وقبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا كالمعتاد نروح نصبح على زميلتنا ميرنا إيهاب ونعرف منها آخر أخبار المرور والطقس. صباح الخير يا ميرنا. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على حضراتكم. خلونا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. خلونا نبدأ بمحافظة القاهرة بشارع رمسيس واللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبية، وهنروح لكوبري الجلاء هناك هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وبرضو عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وعند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري، وكذلك الأمر على كوبري المطارية للقادم من الكابلات. كورنيش النيل القادم من مظلات هيكون فيه برضو كثافات مرورية بسيطة ومتحركة مستمرة حتى وسط البلد، لكن بالنسبة للمتجه لمنطقة المؤسسة فيكون فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عن معهد ناصر. وفي الجيزة خلونا نبدأ من مدينة السادس من أكتوبر واللي هيكون فيها غلق كلي لطريق الواحات لمدة 6 شهور، وده لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، وده بيستلزم غلق كلي لطريق الواحات أمام حركة المرور على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 24 ساعة ومستمرة حتى يوم 16 من شهر فبراير من العام القادم. وعشان كده لازم الناس تاخد بالها من التحويلات دي والطرق الداعمة اللي تم إضافتها. ونفتكر برضو أن الطريق الدائري للقادم من أكتوبر مازال مغلق والاتجاه إجباري لنفق حزم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج، وده للمتجه لمناطق شرق القاهرة، وبعدين يكمل لأكتوبر أو لكوبري تحيا مصر وبعد كده محور الفنجري. ثم القادم من أكتوبر ومتجه إلى التجمع الخامس أو مناطق المعادي وحلوان أو كورنيش النيل هياخد الطريق السياحي ومنه إلى الطريق الدائري، وده هيكون أفضل مسار. أما لو رحنا لشارع الهرم الرئيسي فبيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية في منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد منطقة الطلبية، وكثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. ودلوقتي خلونا نروح كمان لمحافظة المنيا اللي هيكون فيها سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. ولو شفنا طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا فيكون فيه سيولة مرورية، كمان طريق الشيخ فضل هيكون فيه سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات. أما طريق المنيا مغاغة فهيكون فيه بعض الكثافات البسيطة اللي مش هتعطل حركة المرور. أما بالنسبة للطريق الصحراوي الشرقي فهيشهد كثافات مرورية بسيطة مش هتعوق حركة السير. باختصار أن طرق محافظة المنيا الأساسية ما فيش فيها أي عائق طارئ يعوق حركة المرور. وخلونا دلوقتي نكمل جولتنا من محافظة الشرقية، فطريق الزقازيق منيا القمح هيشهد سيولة مرورية ونفس الأمر في طريق بلبيس في الزقازيق ما عدا بعض الكثافات البسيطة واللي هنشوفها في مدخل المدينة بعد منطقة العصلوجي. أما الحالة داخل مدينة الزقازيق فهتشهد كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة الجامعة، وكمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجمة. أما طريق أبو حماد للمتجه إلى الإسماعيلية فماشي بشكل كويس ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. هيكون في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وكمان الصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان وهتسجل 39 درجة. أما أقل درجة حرارة فهتكون في مطروح وهتسجل 27 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.